هاشتاج تقول ايه ل 2016. تصدر هاشتاج تقول ايه ل 2016 ضمن قائمة الأعلى تداولاً في مصر ليعبروا عن أبرز وأهم الأحداث التي مرت خلال هذا العام. هاشتاج تقول ايه ل 2016. أجمل ما فيها إننا تعرفنا بناس قلوبها جنة. ربنا يديلك على قد نيتك ويسامحك. ربنا يسترها على السنة اللي جاية. أهي سنة عدت زي باقي السنين. اتكلي على الله كفاية كده قوي يا شيخ. جزى الله الشدائد كل خير، عرفت بها عدوي من صديقي. سنة سعيدة قوي. أقول لها في حد تاني هيبان على حقيقته ولا خلاص؟ طلعت منك إنسان جديد، ما عادش بيدي أمان لحد خلاص، وبقى بيتوقع أي حاجة من أي حد. خسرت فيها ناس كتير بس كسبت نفسي. We'll be right back.